السلام عليكم، مرحبا بكم. اسمي ياسين، عدت لكم بحلقه جديده من سلسلتكم سلسله محاكي الحياه الواقعيه. انا الحمد لله يا اصدقائي الاوفياء، صباح من جديد، يوم جديد، اليوم الاربعاء، يجب علي الاشتغال اليوم، انا متاكد. جئنا هنا للفاينانس، نعم فرايداي، يجب علي الاشتغال من التاسعه حتى الخامسه. المهم تلاحظون يا اصدقاء بان تقريبا شبعان. الشيء الذي سافعله هو انني ساقوم باخذ بعض من الماكولات معي في الانفنتوري. الفريج كيف هذا؟ الفريج ليس فارغ. نعم بالفعل اقوم باخذ الماكولات، الحليب، لا احتاج الحليب. اتوقع بانني ساقوم باخذ هذا الخاص بي، فيه البيض وفيه الفرايد، شيء ما لست متاكد يا اصدقاء ما تلك الاكله بالضبط. المهم اكلت البيض، وبعد الشيء الذي سافعله هو انني ساقوم باخذ هذه الفورك الخاصه بنا بطبيعه الحال. ساقوم بوضعها في لا استطيع، اريد اخذها ووضعها في الانفنتوري. حسنا سنجلس، سنقوم بحمل الفورك. نعم ار تو انفنتوري، ليتس جو. والان هيا لكي نتحرك ونذهب للعمل، لان الساعه الان فانها الثامنه. اريد صراحه اكتشاف الكثير من الاشياء. بالنسبه للازبال لا اعرف اين ساقوم بوضع هذه الازبال، لان لدي عدد كثير جدا من الازبال في تلك الضفه. هذا الصندوق ماذا يوجد فيه؟ واو نعم، تلك السمول دراورز، يجب علي وضعها كذلك في منطقه معينه. لاحظت بان هذه السمول دراورز لا يمكن لا فتحها ولا فعل اي شيء لها، هي موضوعه هنا ديكور فقط. اما بالنسبه للسرير فاننا نستطيع النوم عادي جدا هنا في هذه الغرفه. واو لدينا غرفه أخرى يا أصدقاء في هذه الضفة، هل شاهدتم؟ أعتقد بأن هذه الغرفة ستكون هي الغرفة المناسبة للنوم. الشيء الذي سنفعله اليوم في المساء هو أننا سنقوم بفعل تلك التغييرات، وسنقوم بتغيير الغرفة الخاصة بالنوم للغرفة الأخرى. الساعة في هذه الأثناء أصبحت تمر بسرعة، لست متأكد الشيء الذي حدث. التوقيت أصبح يمر بسرعة البرق يا أصدقاء. عندما بدأت اللعبة التوقيت فإنه كان يمر ببطء، لكن الآن تقريبا دقيقة كل ثانية، أمر غير معقول. هذا سأتأخر كثيرا على العمل. هناك كذلك جليتشات في رؤوس الناس، في بعض الأحيان إذا اقتربت بالقرب منهم فإن شعرهم يتغير لونه. الساعة الآن فإنها التاسعة تقريبا وخمسة دقائق، لازلت لم أصل بعد العمل، تأخرت كثيرا اليوم مع الأسف يا رفاق. لكن التوقيت هو الذي فعلها بي، توقعت بأن التوقيت سيكون متأخر عادي جدا، لكن إذا بي أتفاجأ بأن التوقيت مع الأسف أصبح سريع. هناك الكثير من المناطق التي لازلنا لم نزورها بعد، نزلت فيها علامة الاستفهام علينا زيارتها. نسيت أول محل كيك هاوس، مرحبا بالجميع. تمنيت لو في امكاني مثلا ارتداء الملابس قبل الدخول للعمل، يعني اذا دخلتم هنا الشيء الذي سيحدث بعد الضغط على ستار يور شيفت هاد ستارتد هو انكم ستغيرون يا رفاق الملابس وارتداء الملابس الخاصه بالعمل. السلام عليكم يا صديقي، كيف حالك؟ نقول له هاي، سنقول له اوردر، ماذا يريد؟ يريد سمول كوفي واللارج كوفي، تحياتي لك. هيا سمول كوفي على السريع. الكوفي لقد اقتربت من الانتهاء، اقوم باخذ الكوفي، نضعها هناك، شيء رائع، نضعها بطريقه احترافيه، نرمي تلك علينا لا نحتاجها. هي سمول كوفي يا رفيقي، وها هي اللارج كوفي، ساحضرها لك الان وفورا. من بين الاشياء التي تمنيت ان تكون موجوده هي السيتنجز الخاص باللعبه. تمنيت لو في امكاننا مثلا تغيير السنسيتيفيتي الخاصه بالماوس، اني بحثت جيدا، مع للاسف السنسيتيفيتي فانها غير موجوده نهائيا. مشكل مشكل مشكل، بسرعه بسرعه، استنى العمل. ها والله رج كوفي، استمتع بوقتك، اعتني بنفسك انت كذلك. السلام عليكم يا صديقي، هلو كيف حالك؟ انت بخير. اوردر، ماذا تريد؟ لارج كوفي والسمول كوفي، نفس الشيء كذلك يريد هذا الشخص. بوم، ها هي اللارج كوفي، انتظر يا للروعه. لان مع الاسف اذا تركتم اله القهوه تشتغل فان القهوه ستنزل بسرعه كبيره. وها هي السمول كوفي، ذلك الشخص كذلك، يمكن ان سيحتاج شيئا اخر. ممتاز، خذ يا رفيقي، اعتني بنفسك، تحياتي لك. انت يا صديقي ماذا تريد؟ يا تعال. هلو ماي فريند، اوردر، يريد الشوكولات كوكي، شاكليت كوكي هي هاته. اقوم باخذ الصحن، اقوم باخذ الكوكي ونعطيها له. تلك الطريقه. اين ذهب؟ لقد هرب يا رفاق. وفي الاخير قال لي تانكس. سلام. اوه شاهدوا هذا الشخص اسود البشره، لقد جاء بسرعه البرق. ماذا تريد؟ واو ذلك الشخص جاء بسرعه البرق عندي، لقد سبقك الشخص الاقرع بالخلف منك يا المغفل. واو حسنا خذ، سيأخذه ام لا؟ نعم لقد اخذ، مغفل وغبي. وانت اوردر، ماذا تريد؟ تحرك، لماذا ذلك الشخص ينظر؟ هذا تشكلات يا اصدقاء. هيا تحرك انت، ممتاز لقد ذهب. هناك كذلك الدروب في الاف بي اس في بعض الاحيان فانه يحدث. هذا الشخص لقد حدث له جليتش مع الاسف. المهم سنتحدث مع هذا، يريد لارج كوفي كذلك. ها هي لارج كوفي، لحد الان اصبحنا نستطيع الاشتغال باحترافيه صراحه بدون ان نفشل. اليوم سنشتغل جيدا، ممكن ان تدفع لنا البوس عدد جيد من الاموال. كم الساعه؟ الساعه فان 11 والنصف. هيا تحرك، هاواريو انت، هاواريو. مع الاسف حدث جليتش الان، امر غير معقول. قول الله هاي، ها هو ذلك الشخص ياتي مباشره عندي واستحدث له جليتش كذلك، والكارثه ستقع بطبيعه الحال في اللعبه. اي ام فاين. شوكليت مافن، شوكليت مافن هي تلك يسمونها المافن. كذلك بلعبكم هذه اللعبه شباب الذين يريدون تعلم اللغه الانجليزيه ستتعلمونها صراحه بالاكاديميه، فانصحكم ان تقوموا بلعب هذه اللعبه محاكي الحياه الواقعيه لانها خطيره جدا. بالنسبه للشباب الذين ليس لديهم مال لكي يستطيع شراء اللعبه فانها موجوده مجانا، يمكنكم يا رفاقي تحميلها عبر موقع
مواقع مثل سكاي دروري رلودد والفيش جيرل اتوقع كذلك بان اللعبة ستكون فيها، لان صراحة ستتعلمون اكيد تعلمون اللغة الانجليزية بالنسبة للشباب الذين يريدون التعلم. هذا الشخص يريد لارج كوفي اثنتان من لارج كوف. اغلب الناس في هذا الصباح فانهم يريدون فقط القهوة، او شخص اخر جاي تلك الشخص إنه يشبه أحد لاعب كرة القدم. انتظروا عندما سيقترب مني سأحاول تذكر ذلك اللاعب. نسيت اسمع. نعم هو يشبه أحد لاعب كرة القدم. أخبروني يا رفاق في الردود من هو ذلك اللاعب. هو لاعب قديم كان يلعب مع برشلونة في الدفاع. رأيتم ويشبه يا صاح. حياتي لك هيا تعال. حدث لا جليتش على ما أعتقد. رأيتم مشكل. هذا المغفل الآن سيبقى واقفا هناك. علي التحرك. الشيء الذي سأفعله هو أني سأخرج وسأقوم بدفع ذلك الشخص الذي أعاقه. هذا علي دفعه. هيا أستطيع دفعه. بوم يمكن دفعه يا صديقي. بوم مع الأسف حدث الكارثة، حدث الجليتش. في هذه الأثناء اشتغلنا بشكل جيد. مع الأسف اللعبة هي التي حدثت فيها الجليتش. واو جاء ذلك الشخص عندي مباشرة. واو مع الأسف حدث الجليتش يا رفاق. الشيء الذي سأفعله هو أنني سأتي إلى هنا وسأقوم بأخذ one hour break. take a break. let's go. break has begun. وهيا لكي نتحرك. مع السلامة يا شوالبوس. تقي لاحقا. بالنسبة للشباب كما تشاهدون حدث لهم الجليتش لأن تم كثيرا سنتحرك. لست متأكد صراحة تلك الساعة من شيفت. لا يجب علي فقط تأخر والعودة بعد تقريبا الساعة الخامسة لأنهم سيغضبون علي. هل كان ندخل؟ نعم هذا المحل لقد جئنا له اسمه المادلين شيء ما. هناك الفورنيتشر وهذا الفارماسي لم يسبق لي أن دخلت له. سأحاول الدخول له الآن. مع الأسف الفارماسي فإنه مقفول، بابه مقفول لا يمكن الدخول. الخريطة كبيرة، اللعبة لديها مستقبل رائع. على صاحب اللعبة فقط الاعتناء بها وتغيير شيء ما الإضاءة، لأن الإضاءة في الليل سيئة جدا. وبذكرنا الإضاءة يجب علينا شراء بعض من المصابيح الخاصة بالإنارة لكي نستطيع إن شاء الله إشعالها في الليل، لأن صراحة المنطقة عندنا مظلمة جدا. هيا لكي نعود للعمل الساعة الآن فإن الثالثة ممكن أن ساعتنا لقد انتهت. سنعيد فقط تسجيل حضورنا لأن الجليتش لقد حدث. لا أستطيع مع الأسف تتمة العمل. لهذا السبب سأسجل حضوري بأنني عدت كونتينيو وسننتظر حتى ينتهي العمل، تنتهي الشيفت، وبعد الشيء الذي سأفعله وأنني سأعود لكم. تحدثت معهم لعل وعسى أن يحدث شيء ما، لكن مع الأسف لم يحدث أي شيء. وها هي الشيفت الخاصة بي ستنتهي الآن وفورا. سيأتي المديرة. نلتقي لاحقا. شيفت لقد انتهت. خرجت مبكرا بدقيقتان لكن شيفت انتهت. راقبوا الشيء الذي سيحدث. زائد 25 وشاهدوا واو 395. ممتاز ربحنا $76. ناو يو هاف شيء رائع. لدينا $300. هيا يا رفاقي لكي نقوم بالذهاب للخارج ولقد اختفى. ممتاز صديقتنا جاءت. الشيء الذي سنفعله الان هو انني ساحاول البحث عن المحلات الاخرى التي لم نقم بزيارتها بعد كي نكتشف يا رفاقي ما يمكننا ان نفعلها بالضبط. والمحل الخاص بالمصابيح بالضبط سنستطيع شراء مزيد من المصابيح. كذلك سنذهب لمحل بيع الخضار لكي نقوم بشراء الخضار، لأن صراحة يجب علينا تجربة طريقة الطهو في هذه اللعبة ونكشف قدراتنا في الطهو. هنا محل خاص بالملابس. محل ملابس الرجال أم ماذا؟ نعم يبيعون ملابس الرجال والنساء. راقبوا. حذاء الخاص بي لا بأس به، لا أحتاج لحذاء جديد. هنا التيشيرتات، هنا السراويل. هذا اللون أعجبني هذا. سروا أنا الآن أرتدي جين. حسنا جيدوا هذا جيد. أعجبني هذا اللون، سأقوم بإضافته للكارت. ثمن $56، ثمن غالي صراحة بلا كذب. سأشتري فقط سروال. اوه هذا كذلك الجين الاسود رائع. كيف كم ثمنه؟ 79. واو غالي جدا هذا، لن اشتري الان ساتركه. سنحاول شراء مثلا تي شيرت او شيء ما. هاتي جاكيت لانها خاصه بالرجال ام ماذا؟ لا خاصه بالفتيات. جاكيت خاصه بالفتيات. انتظروا نحن لدينا فقط هذه الاشياء هنا. ثمن فانها غالي صراحه يا اصدقاء. شاهدوا واو بلا كذب. نكشف اللون الذي سيظهر بشكل جيد جدا مع السروال الذي قمت بشرائه. لا اعرف صراحه انا حيران من امري لحد الان، ان هذه الزركشات لا تعجبني كثيرا. احب كثيرا الاشياء السامبل. هذا فانه سيظهر بشكل جيد مع ذلك السروال، لان ذلك السروال لونه شيئا ما يميل للقهوه. حسنا سنقوم بشراء هذا. هذا كذلك سيظهر بشكل جيد مع ذلك السروال. حسنا ساختار هذا لانه سيمبل شيئا ما، لا توجد فيه الكثير من التفاصيل. جميل. الآن لحظة شراء تلك الأشياء. السلام عليكم يا صديق، كيف حالك؟ برشيس كم الثمن؟ واو $108. سأقوم بشرائها. تحياتي لك. شكرا. ألتقي لاحقا. الشيء الذي سأفعله أني سأقوم بأخذ هذه الملابس، سأقوم بوضعها في الإنفنتوري بتلك الطريقة، وبعدها سنأتي محل نايس برايس لكي نكشف يا أصدقاء الأمور التي يمكننا شرائها. لدينا الحليب، لدينا الماء، لا نحتاج تلك الأشياء. نقوم بأخذ هذه الكارت مثلا إذا أخذنا معنا الكثير من الأشياء. نعم تويليت بيبر سنحتاجه. أقوم بأخذ واحد فقط. هنا لدينا هاته ممتلئة بالتويت بيبر. رأيتم؟ سأقوم بوضعها في الكارت. سنحتاج للزيت. هيا سنحتاج للبيض. اوكي نقوم بإضافة البيض. نحتاج كذلك الملح. وما هذا؟ الابل، ذلك البنانا، هنا البروكولي. انتظروا اريد يا رفاقي البصل. اين هو البصل؟ اليونين. ها البصل والطماطم.
بوتيتو كذلك البطاطس نشتريها. ما هذا الريد يونيون واو كذلك البصل الاحمر موجود نشتري هنا طماطم شيء رائع من باضافه تلك الاشياء لانني اريد تجربه الطهو ونحتاج للحم اللحم لقد وجدته هنا نعم في هذه الضفه وجدت اللحم هنا لحم الدجاج تشيكن اوكي سنقوم بشرائه ودجاجه كامله ثمنها 5 دولارات الفخذ الخاص بالدجاج ثمنه $20 تشيكن ليك لدينا هاته $20 واتي هاته كبيره شيئا ما سنقوم باختيار تلك نا كبيره ونفس الثمن تقريبا اليوم سنقوم بطهو يا اصدقائي الجميله ان شاء الله اي تكشف فقط في هذا لانه ممكن ان نفشل اثناء الطهو اوكي يا صديقي كم هو الثمن ثمن $36 ثمن رخيص لحد الان حسنا سنشتري فقط هذه الاشياء بالنسبه للبيض ساشتري بيضتان وليس بيضه واحده ثمن 37.7 ممتاز نحن قمنا بشراء تلك الاشياء ناخذ حقيبتنا ونتحرك نلتقي لاحقا يا صديقي بالنسبه لهذا الشخص لا توجد لديه لا مصابيح ولا هم يحزنون وبفتحكم الخريطه ستظهر لكم جميع المحلات تقريبا هناك شيء ما هنا علامه الاستفهام لم ازورها بعد هناك هذا الدولار كذلك عليه الساعه لست متاكد يا اصدقاء وهناك المحل الذي نقوم بالاشتغال فيه وهناك التتواج على ما اعتقد في تلك الضفه تقريبا هذه هي المحلات الموجوده صراحه يعني اذا لم نجد الكهرباء في احد تلك المحلات فاننا لن نستطيع ايجادها عدنا للمنزل اخيرا الشيء الذي سنفعله هو انني ساقوم باخذ هذا السمول دراور وساضعه في اي منطقه اتم نقوم بادخاله لهذه الغرفه التي قلت لكم اني ساقوم بتحويل غرفه النوم لها حسنا ساقوم بوضع هذا الدراور هنا مباشره بعد الدخول للغرفه خذ الدراور الاخر فقط لكي لا يبقى ذلك البوكس عندنا هناك لان ذلك البوكس فانه سيزعجنا يا صديقي بالنسبه لهذا الدراور لا اتم ساقوم بوضعه في هذه الضفه هنا فقط لا غير والان يجب علينا حمل هذا السرير كله علينا حمله احمل السرير اولا سرير ثقيل جدا لا يمكن نهائيا الاسراع اذا قمتم بحمل هذا السرير سنقوم بوضعه هناك تلك الطريقة هذا الدراور الآن راقبه مساحة تقريبا فإنها تتساوى تم وضعه بنجاح أخذ الآن تلك ممتاز بعدها سأخذ هذا الدراور نضعه في تلك الضفة وبقي لنا هذا الشيء الذي سأفعله هو أنني سأحمله وسأقوم بوضعه في الكيتشن عندي هناك لكي أضع فوق منه تقريبا الأشياء التي لا أحتاجها نضعه هناك مثلا في تلك الضفة الآن نأخذ الأشياء التي اشتريناها من السوق نضعها هنا وكما تشاهدون لدينا مشكل كبير من ناحية الإضاءة بالنسبة لهذه الملابس يوز راقبوا ضغطت على يوز لكن مع الأسف كيف سأستطيع ارتدائها الآن كلودز نعم لقد اكتشفتها في الانفنتوري راقبوا لدينا كلودز هنا هي الملابس ها هو السروال علي أخذه هكذا ممتاز غيرته هكذا شيء رائع رأيتم قمنا الآن بتغيير الملابس هذا أمر مميز والشيء الذي سيحدث الملابس الأخرى هي أن سيتم وضعها في الانفنتوري عندكم هيا لكي نتعشى يا رفاق وننام من الساعة الآن فإن 12:23 نضع الصحن فوق من التيبل تلك الطريقة نأخذ الملعقة فرشيت موجودة عندي أصلا هاي نأخذ الفرشيت وهي لكي نأكل إن شاء الله ممتاز نحن الحمد لله لقد أكلنا وشبعنا الحمد لله هنا هو ذلك الصحن بعدما أكلت لقد اختفى الصحن نهائيا وهنا أستنتج أن صراحة نحتاج لكي نقوم بشراء صحن مع الأسف كما تشاهدون ذلك الصحن الخاص بنا لقد اختفى بعدما أكلت الفرشة سقطت في الأرض لا أستطيع رؤيتها مع الأسف بسبب طالما بطبيعة سنحتاج للمصابيح لكن لازلت لا أعرف بعد أين هو المحل الذي سنستطيع شراء المصابيح فيه نفعل دوش على السريع بالملابس كما تشاهد يعني نفعل دوش الآن بالملابس وبعدها سأنام ونلتقي إن شاء الله في الصباح صباح جميل الحمد لله لقد نمت جيدا الآن ما لأت يا رفاق سليبني سليمي 100% الساعة الآن فإنها 9:50 نمت صراحة من الواحدة حتى 9:50 أنا مرتاح جيدا هيا لكي نقوم إن شاء الله بصناعة الفطور أول مرة سأقوم بصناعة فطور خاص بي المهم هاتي نسميها المرميطة على ما أعتقد في اللغة العربية إذا لم أنسى بطبيعة الحال لدينا هاتي ولدينا هاتي هاتي سنسميها الجميلة وهاتي نسميها المرميطة المهم نقوم بأخذ اليونيون انفنتوري البطاطس طماطم هاتي الأشياء سولت والزيت لا غير الشيء الذي سأفعله في هاتي الأثناء سأجلس لكي أركز هذا موف تعال تعال اقترب مني أحسنت سنحتاج للسكين ناخذ الطماطم نضع الطماطم هناك اول شيء ناخذ هذا اريد قطع الطماطم اوكي الان يا رفاق راقب كيف حملت السكين راقب حملته بطريقه خطيره جدا ها هي الطماطم اضعها في الارض لا اتم ناخذ السكين نقطع الطماطم روتيت اوكي ها انزل للارض ها لست متاكد لماذا يا رفاق لا استطيع قطع الطماطم هنا اكتشاف هذه الاشياء انا متاكد انكم ستستطيعون انتراكت لا اكلتها لا مشكل لم اريد قطع الطماطم الان علينا صناعه جميله بدون طماطم المهم ناخذ البوتيتو يس اوكي
ناخذ هذا. اوه استطيع قطع البوتيتو. راقبوا البوتيتو يمكن قطعها، الطماطم لا يمكن قطعها، البطاطس تم قطعها بطريقه احترافيه جدا. ناخذ البصل، ناخذ هذا، البصل لا يمكن قطعه. الشيء الذي سافعله هو اني ساقوم بحمل هاته جميله الخاصه بنا بطبيعه الحال، نضعها في الارض، نحمل هذا. كانت بيئة عرفت انتراكت ممتاز، وضعته في الكامله ممتاز. الطماطم كذلك يمكنكم وضعها يا اصدقاء بقشرتها في كل شيء، لا يمكنكم تقطعها نهائي. ركزوا، البطاطس يمكن تقطعها. الكامله الان فيها البطاطس، فيها تلاف منها مضحك جدا، فيها البطاطس، الطماطم غير موجودة، وفيها كذلك البصل. تشيكن بوم. لماذا لا استطيع؟ لماذا لا استطيع يا رفعة؟ هي تقطعها، لا يمكن تقطعها مع الاسف. الزيت، تحميل الزيت هناك شيء مشكل، لا يمكن يمسك بالزيت هناك. المهم سناتي للتيتوريال اللي كينكشف، لان هذا الشخص ممكن تكون لديه طريقة طهو اخرى. الاجانب طريقة طهوهم لا تشبه طريقة طهونا نحن. اين سنجي تلك الاشياء؟ ستارت انتراكشنز، الكيتشن، نعم الكيتشن. اوه هاو تو فيل، تو فيل ذا بانتيكا برودكت بوينت، تو فيل ذا بان ويذ واتشر، تيك اب باغ، سولت شوغر، يمكن اضافة كذلك الملح. اوكي ناخذ الملح، نعم ممتاز اضفت الملح، تم اضافه الملح، يمكن اضافه السكر كذلك. الزيت لا يمكن، لست متاكد لماذا لا يمكن اضافه الزيت. نضيف الماء، لان قال بان في امكاننا اضافه الماء. لا مع الاسف لا يمكنكم اضافه الماء بهذه الطريقه، ستكون هناك طريقه اخرى لاضافه الماء. ركزوا. ها الكونتنت بار واحد، رايتم شاهدوا، لدينا الايج بلانت، بوتيتو، اليونيون، ريد يونيون، توميتو. يمكن اضافه فقط الغراء، يمكن اضافه فقط عفوا الخضر للبال، يمكنكم إضافة اللحمة، رأيتم؟ وبعد الكونتنت إثنان، ها الملح والماء هناك، رأيتم؟ والسكر كذلك، السكر سيقوم بوضع السكر هناك، نحن لا نريد تعسيل تلك الأكلة. وهنا، الطماطم كذلك، راقبوا، الطماطم فإنها مقطوعة عندها، لكن لم أستطع قطعها، شاهدتموها؟ حسنا، اكتشفنا الاستراتيجية رفق، بعدما قمنا بوضع تلك الأشياء، ما سنفعله الآن سنقوم بأخذ هاته، سنحاول وضعها هناك، لنقوم بطهوها، لم أضعها بشكل جيد، الآن تم وضعها بطريقة احترافية رفق، رأيتم؟ نضغط تراكت. ولدينا السولت، ها زيد 5%، لدينا البوتيتو، ولدينا اليونيون، اميزين قالوا، برودكت كواليتي اميزين. وهنا استنتج ان يمكن وضع الخضار فيها فقط، مع الاسف لا يمكن وضع اللحم. بالنسبه للماء قالوا بان يجب علي اخذ قنينه ماء وملؤها في الصنبور، هذا ما قالوه لنا. قال بان يجب علي اخذ جاك، جاك هل هي القنينه؟ اوكي ساقوم باخذها مثلا. ناتي للصنبور الان، والصنبور مع الاسف لا استطيع يا اصدقاء فعلها، كذبوا علينا فقط، قد كذبوا علينا. اصلا لدي هاتي فيها الماء، هاتي ممتلئه بالماء، مع الاسف لا استطيع اضافه الماء. المهم الشيء الذي سنفعله حتى نكشف الامور، لان هذه هي اول عمليه طهو بالنسبه لنا، سنختار اون هاتي ام هاتي، انتظر ونكشف. النقطه هناك ممتاز، تلك روعه، شعلنا النار، رايتهم يا سلام الجميله يا رفاق. امس نحتاج من الوقت، لست متاكد صراحه، لم نقم باضافه الماء اصلا، انا مع الاسف لازلت لم اكتشف بعد طريقه اضافه الماء، على الاقل استطعنا اشعالها، وهاتي فانها تشتغل بالكهرباء. هنا الفرن اذا اردنا الطهو شيء اخر، تم طهوها والله لا اعرف، ممكن ان يجب عليكم اضافه كل شيء لكي تستطيعوا طهوها صراحه، هذا صراحه ما اتوقعه يا اصدقاء. العمليه فانها فاشله، عمليه الطهو اليوم فاشله جدا، لهذا السبب سنقوم باخذ هاته الصلاد، وسنفطر ان شاء الله بالصلاد، ونشرب قليلا عصير، نشرب تلك الجوس يا للروعه، وهيا لكي نفطر يا رفاق بالصلاد. خذ الفرشيت ضعها هناك، نفطر ان شاء الله بالصلاد يا اصدقاء، هذا هو الحل. الصلاد ساقوم بوضعها بالمقلوب، ممتاز ممتاز، قمت بتغييرها، بوم يا سلام. خذ الفرشيت يا روعه، نحن اكلنا الحمد لله، مع الاسف الصحن فانه يختفي اذا قمتم بالاكل، وسنكشف فقط بهذا يا اصدقاء، وهي اللي كنخرج للشارع كي نكشف مزيد من الاشياء. قطعه اللحم هاتي مع الاسف لست متاكد كيف سنستطيع طهوها، نقوم بوضعها هناك في الثلاجه. الفريج، اكتشفت يا رفاق ان هذه الثلاجه كبيره جدا، للتو اكتشفت الامر. لدينا هذا الجانب على اليسار، راقبوا فيه هذه الاشياء التي قمت بوضعها، شاهدتم؟ ولدينا هذا الجانب، هنا على اليمين فإن جانب مختلف آخر، فهمت الآن. وهنا لدينا الفريزر، لهذا السبب سنقوم بوضع قطعة اللحم تلك في الفريزر لكي لا تضيع، رأيتم؟ واو، يعني أن هذه الثلاجة فإنها كبيرة جدا صراحة، يمكنكم وضع الكثير من الأشياء فيها. وهنا ماذا يوجد؟ تويليت بيبر، سأقوم بحمله ونضعه هنا في الحمام، استطيع وضعه هناك في الفوق، شيء جميل. ها هو في الحمام الخاص بي استطيع فعل ذا بيج وان، شاهدتم لقد قمت بفعلها، شيء جميل. وهي لكي نستحم قليلا لانهم قالوا بانني متسخ، ساستحم، وبعدها الشيء الذي سافعله هو انني سانهي المقطع هنا، حلقه اليوم سانهيها هنا، لان اشتغلنا حاولنا الطهو لم ننجح، ممكن ان نحتاج مزيد من الاشياء، علي تدوين تلك الامور في ورقه لكي لا انساها ولكي اشتري كل شيء، وبعدها سنحاول ان شاء الله الطهو. وكذلك الشيء الذي سافعله الان هو انني سادخل للتيتوريال وساتعلم يا رفاق، هذا ما سافعله، لهذا السبب اريد انهاء المقطع هنا لكي اتعلم، وفي الحلقه القادمه ان شاء الله
ما سنفعله هو أننا سنتحرك من المنزل وسنتجول ونكشف كيف في إمكاننا شراء الإنارة وشراء تلك الأشياء. لكنني سأكشف فقط بهذا الآن. حتى ذلك الحين كان معكم ياسين. استودعكم الله ولدي لا صوت وداع. ولا تنسوا بأن السلامة وخير ختامة.